مصادر ميديا ان تي في تؤكد رفض المحكمة الرياضية بسويسرا طلب الاستعجالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم بخصوص فتح ملف مباراة اتحاد العاصمة ونهضة بركان لحساب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية تحدد الفترة الممتدة ما بين 11 و15 من مايو الجاري لخوض مباريات ربع نهائي كأس العرش. الدول المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي حسب قائمة أعلنتها إذاعة فرنسا الدولية وقناة فرانس 24. فريق الزمالك المصري يحط رحاله بالمغرب الخميس المقبل تأهب لقمة نهائي كأس الكاف أمام نهضة بركان يوم 12 من مايو الجاري بملعب بركان البلدي. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تعين جيلبرتو داكوستا دو سوزا مدربا للمنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية.